بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج هكذا مصر. اللهم احفظ لي أمان، أما ولدتني وأما أعيش على أرضها. الأم التي أعيش على أرضها ترى كثيرا من أبنائها يشتمونها ويسبونها ويقذفونها وهي حانية عليها فإنها هي مصر. اللهم احفظ مصر واجعلها دار عز وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، آمين. أرحب بالدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع جامعة عين شمس. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. نورتي هكذا مصر وشرفتينا. شكرا. ولأول مرة الإعلامية الجميلة الجريئة الدكتورة هدى رأفت. أهلا وسهلا. وهدى رأفت من رجال شباب تحيا مصر. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا. نورتينا. تفضلي رحبي بالدكتورة. يا دكتورة أحب أرحب بالدكتورة عزة ضيفتنا العزيزة النهاردة، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس. أهلا بيكي دكتورة عزة. أهلا يا حبيبتي. اسمحي لي النهاردة حلقتنا بعنوان تحيا مصر بقوة شبابها. تمام. في ظل اهتمام السيد الرئيس بالطاقات الشبابية والاهتمام اللي أولاهم ليه في يعني من بداية تولي سيادته لحكم البلاد، كيف ترين ما وصل إليه الشباب في هذه الفترة أو حتى وقتنا هذا بعد توليهم العديد من المناصب القيادية؟ أولا أنا عايزة أبارك للمصريين، لأن نخبة شبابها وصلوا لمناصب يعني مرموقة في هذا البلد لخدمة هذا البلد. هو المنصب ليس من أجل المنصب ولكن من أجل خدمة هذا البلد. الحقيقة الرئيس السيسي رئيس مختلف، رئيس مختلف لأنه يؤمن إيمانا تاما بأن الله وضع هذه الأرض مصر وحكم مصر بين يديه، وبالتالي هو مؤمن بدور المرأة ومؤمن بدور الشباب، وهو يعلم جيدا يعني فائدة الشباب ودورهم في الحياة، وبالتالي كان أول رئيس يمكن الشباب تمكينا حقيقيا من سدة الحكم أو الوظائف التنفيذية في الدولة. وعمل لهم منتدى الشباب ومؤتمر الشباب ودائما يتحدث، وكان هناك عام الشباب. كل ده الرئيس السيسي كان أول رئيس مؤمن بهذا. خلاص ما بقاش عندنا وزير عنده 80 سنة، ما بقاش عندنا نائب محافظ عنده 60 سنة، لا، هو مؤمن بالشباب وبدور الشباب. وبعدين خلي بالك القوة العظمى التي تضرب هذا المجتمع أو يعني تقوي هذا المجتمع هم الشباب. يعني حوالي أحدث إحصائية 55.1% قوة الشبابية في مصر. إذا مصر أمة شابة، وبالتالي من هيحكم مصر؟ يعني كنا دايما نقول جيل المستقبل، الجيل اللي هيطلع، لا ده فعلا الجيل ده موجود وموجود بقاله فتره طويله، وبالتالي لازم يتمكن من كل الوظائف من كل الادارات، وهو اقدر على انه يشوف الشعب محتاج ايه. المراه كذلك برضو في عهد الرئيس السيسي تمكنت من الوظائف يعني الوزاريه والدبلوماسيه. فالحقيقه هو رئيس مختلف، رئيس يشعر بنبض الشعب وبنبض الشباب. طيب خليني أسأل حضرتك، بما أننا بنتكلم على الشباب ودورهم في تولي المناصب القيادية، حضرتك تفتكري إيه هي العوامل والدوافع اللي أحدثت تطور جذري ونقلة نوعية في تفكير الشباب؟ وهل حضرتك شايفة أن في مستوى نضوج فكري وفرق بين تفكير الشباب أو وعيهم وإدراكهم من ما بعد أحداث 2011 وحتى وقتنا الحالي؟ 2011 كانت زمن فارق وحصل فرز، وابتدت تحط الناس قدام مسؤوليتها الحقيقية. عندما يتم خطف الوطن، جماعة محظورة عايزة تقفز على الحكم بقالها 28 سنة، لا هنا مصر بقى، مصر هتتخطف، وبالتالي الناس صحصحت. كمان عايزة أقول لك دور المرأة، المرأة كانت بتصحي ولادها عشان يروحوا الانتخابات، المرأة قعدت تفهم ولادها مصر بتتخطف، دي مصر. وبالتالي هنا حصل يعني نقلة نوعية في فكر الشباب. أتت المنتديات الشباب ومؤتمرات الشباب وأعطت جرعة من الثقافة السياسية والوعي السياسي كان فارق مع الشباب.
يعني حضرتك شايفة إن إحساس الشباب بإن بضياع بلدهم من إيدهم أو طبعاً يعني عمل حالة من الخوف أو من الإحساس بيطلع النازع الوطني أو الإحساس بالخوف طبعاً والمسؤولية تجاه الوطن، هو ده اللي عمل النضوج الفكري، يعني ده من وجهة نظر حضرتك. وشافوا بقى كمان الدول حوالينا اللي بتتخطف زي سوريا زي ليبيا زي العراق زي اليمن، فهم حسوا لا، الكعكة الكبرى مصر والفوضى الخلاقة، ومصر هي المقصودة بالخطف. فده عمل، عارفة اللي هو ايه، صح الولاء والانتماء، يعني عمل نوع من اليقظة. أتت بقى الندوات التثقيفية اللي الرئيس بيعملها ومنتديات الشباب وجرعة السياسية والوعي السياسي الكبير. وكمان الرئيس عنده ميزة ان هو بيجاوب على الأسئلة للمواطن حتى يتحرج انه يقولها، يعني ساعات احنا بطريقه غير مباشره بيجاوب على الشائعات قبل ما الاجهزه الاخرى تجاوب، بيقول للاعلام خليك معايا. يعني الرئيس دائما يشعر بنبض الوطن لانه مش راجل عادي، هو رجل دوله. طيب في ظل الصراعات التي هي موجوده الان او موجوده في جميع انحاء العالم، كيف يتم معالجه الشائعات او القضاء على الشائعات الخالية من الشفاهية للشباب بعلم الاجتماع؟ لا، هو مش علم الاجتماع لوحده، هو علم الاجتماع حضرتك هو يعني نقول علم الاجتماع يعني جزء من القضاء على الشائعات الصرصارة. لا، هو حضرتك مش حكاية علم اجتماع، هو حضرتك كيف نقضي على الشائعات؟ احنا بناخد رد الفعل. ما ينبغي ان يكون ان يكون عندنا وقاية من الاول. الحقيقة البلد تم اهمالها وحصل تجريف للشخصية المصرية والثقافة المصرية بقالنا يعني أكتر من 20 سنة، وبالتالي إحنا لم نؤهل أطفالنا وشبابنا لأن يكونوا حائط صد قوي للشائعات. الشائعة ستظل إلى يوم القيامة، وأول شائعة كانت حديث الإفك، ومين أدير بيها؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وعبد الله بن وتأثر. وبعدين الشائعة هي أسلوب من أساليب الحرب النفسية قديمة حديثة، فحضرتك ستظل حتى يوم القيامة. المهم إن أنت تعمل إيه؟ حائط صد وتقي شبابك وأطفالك. إن أنت تعلمهم إيه بقى؟ تعلمهم في علم الاجتماع، وده بياخدوه في مرحلة متأخرة في الثانوي، لكن أنا عايز أبدأ من بدري شوية في المرحلة الابتدائية. بعلمهم حاجة اسمها التربية الإعلامية، إزاي لما يقرأ خبر على الفيسبوك على أي من وسائل السوشيال ميديا او في اي جريده من المواقع الاخباريه، ازاي ان هو يتيقن من الخبر، ازاي لما يشوف حتى قناه معاديه بالصدفه، مش لازم هو يكون قاصد يتفرج على القناه، انه يعرف ان الخبر ده صح ولا غلط، ومين صاحب الهدف. مش ممكن عدوك هيطبطب عليك، مش ممكن هيبرز انجازاتك ابدا، ولكن مين صاحب الهدف انه دايما يهدك، اللي دايما يقول لك خلي بالك انتوا التموين هيغلى، هيحصل كذا، اللي هيسمي نفسه احمد الصبح هيدفع عليه ضريبه، تخيل اللي هيدفن بكره ويموت بكره هيدفع عليه ضريبه موته، ايه ده؟ اين العقل؟ يعني لازم نعلم ولادنا حاجه اسمها التفكير الناقد، كريتيكال ثينك، ازاي افكر؟ ايه الحقيقه وايه الراي؟ ايه المعلومه؟ وتيقن دايما من المواقع الرسميه يا جماعه، هناك مستشار اعلامي لكل وزاره. طيب يا دكتوره، في خلال الصراعات، طبعا الصراعات الدوليه دي مش هتخلص، في ظل ما نعانيه من الشائعات المغرضه التي تحاول ان تطيح بوطننا الغالي العظيم مصر، كيف نوعي الشباب باهميه المرحله القادمه وحروب الجيل الخامس والسادس والسابع والثامن؟ التوعيه، الوعي عشان الناس بس تبقى عارفه. دايما بقول الوعي ينقسم لثلاث حاجات: معارف واتجاهات وقيم ثم سلوك. اديني معرفه جيده هتحرك اتجاهي ثم يتحرك سلوكي الى الحياه الافضل. يعني انت دلوقتي الاعداء بيعملوا لك ايه؟ بيدوك معلومه سيئه او مغلفه بالسواد والحقد، فبيحصل ايه؟ معقوله هيحصل كذا، هيغلوا التموين، هيتعبوا الغلابه، فيحصل ايه بقى؟ يحصل ان انا سلوكي ابقى انا ايه؟ مخنوق من الدوله ومتربص لها. لكن لو انا اديته معلومات صحيحه يبقى شفافيه واعلان المعلومات اول باول. الحاجه الثانيه الوعي في المدارس من خلال التعليم، من خلال الاسره. سيدي معهد السلام الامريكي 2014 مطلع دراسه ان المتطرف او الجانح او الارهابي يعني نتاج اسره متطرفه،
وبالتالي الوعي. طيب هناخد مداخلة سريعة دكتور، استاذن حضرتك معنا الدكتور رمضان عبد الجايد الامين العام لمنظمة شعوب البرلمانات العربية فرع الفيوم. اهلا وسهلا سيادة الدكتور. السلام عليكم يا محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ دكتورنا العزيز منور الدنيا كلها وهكذا مصر. حبيبي حبيبي سلامي لحضرتك وسلامي لضيوفك الكرام. سلام يا فندم، اتفضل. استاذ محمد، بالنسبه ان شاء الله مصر، عنوان الحلقه دكتور رمضان تحيا مصر بدعوه شبابها، وتحيا مصر بالشباب وبقوه شبابها ودعم شبابها، ايه راي حضرتك؟ عنوان جميل. مصر دايما قويه، مصر ان شاء الله قادمه، تحيا مصر بشبابها، زي ما حضرتك قلت عنوان جميل. ويمكن شفنا الفتره الاخيره دي تعيينات نواب للمحافظين، بعض المحافظين شباب، اعجبني جدا جدا ان في دفعه 2015 ماجستير تم تعيينهم مساعدين للمحافظين، نواب للمحافظين. ولكن اتمنى من الدوله تنظر لملف الشباب، مصر 61% منها شباب. خليني اتكلم معاك بمنتهى الصراحه، الشباب مش واخد حقه عندنا في مصر. الشباب عايز اللي يحتضنه، الشباب خريج الجامعات مش لاقي وظايف، حمد الماجستير والدكتوراه، اوائل الجامعات، المسابقات اللي تمت دي كلها الشباب بتنادي بيها، شباب مصر حلو. اقاطعك يا دكتور رمضان، معايا الدكتوره عزه فتحي استاذ مناهج علم الاجتماع جامعه عين شمس. اهلا بك يا دكتوره. اهلا وسهلا، اتفضل. واي سؤال للدكتوره برضو؟ دكتوره، كنا عايزين نركز على موضوع الاعلام اللي بيصدر مشاكل وهميه وبتتناقل في السوشيال ميديا. الاعلام المصري مش ناجح توصيل الايجابيات ومش قادر يحارب السلبيات. انت شايف حضرتك الملف ده ازاي؟ لا انا ما اقدرش اقول الاعلام المصري كده باكج على بعضه، لكن هقول بعض من الاعلام المصري، لان هناك اعلام مصري ناجح جدا، لان ما كانتش البلد استمرت. يعني احنا مش عايزين نقول الاعلام كله على بعضه، ولكن هناك بعض الاجندات، بعض القنوات، وبعدين للاسف بعض الاعلاميين بياخدوا من السوشيال ميديا مش العكس، وهذا هو الخطا، لان السوشيال ميديا هي وسيله لنشر الشائعات والتعصب. يعني ودي دراسات علميه اتعملت، واحد اسمه ريان 2010 قال الكلام ده، امريكاني، يعني مش عزه فتحي اللي قالت ولا حد قال. وبالتالي خطا الاعلامي ان هو بياخد من السوشيال ميديا، المفروض انه يتاكد من الخبر، والمفروض هو زمان في الستينات والسبعينات كان الاعلام هو مصدر المعلومات، اصبح الان السوشيال ميديا او الاعلام البديل هو مصدر المعلومات، فعلى الاعلام ان يتحرى الدقه في هذا. ولكن هناك اعلاميين على درجه عاليه من المهنيه والاحترام. دكتورة أستاذ محمد، برضو كنت أتمنى نتناول مشاكل واقعية بالنسبة للشباب ونعالجها. مسألة الاستثمار، الشباب المشروعات البسيطة، 5% القرض اللي بياخدوها، الشباب الصغير ما بياخدهاش، رجال الأعمال اللي بياخدوها، الشباب تعاني. إحنا بنحاول يا دكتور رمضان، عذرا للمقاطعة، إحنا بنحاول على قدر ما يكون، وهكذا مصر بيدعم بعض الأشياء العدة، وبنحاول نحارب اللي هو زي ما حضرتك قلت الاعلام، لانه اكتظ الاعلام بالاعلاميين الذين ليسوا باعلاميين، واكتظت الكيانات الوهميه ببعض الاشياء وبعض المسميات، سفير ومستشار ودكتور واعلام وصحفي، كل هذا يعني يعتبر تاثير على الشباب المصري، وتاثير على التوعيه المصريه، وتاثير على الممنهجه المصريه للارتقاء بالشباب وارتقاء يعني يجب على حتى على الاقل مجلس النواب هيكون ان شاء الله في المرحله القادمه ثلثي من مجلس النواب من الشباب. معايا الاعلاميه الدكتوره هدى رأفت حابه تسال حضرتك سؤال، اتفضلي يا دكتوره. اهلا بحضرتك استاذ رمضان، اسمح لي اسال حضرتك من وجهه نظرك، تفتكر ايه هو تاثير ضخ دماء جديده من القيادات الشبابيه داخل المنظومه الحكوميه المصريه؟ طب خليني اقول لك بمنتهى الصراحه، انا بتابع مع 1,700,000 شاب بتوع المسابقات، مستبشرين خير لما لقوا دماء جديده من الشباب، لما لقوا ناس من حمد ماجستير ودكتوراه 2015 دخلوا في الدولاب الحكومي، سعداء جدا جدا بهذا الامر. ويمكن انا كنت بتواصل مع الكابتن طاهر ابو زيد ان احنا عايزين نشوف حاجه للشباب، تفاؤل الشباب، وبالفعل مصر عافيه، مصر قويه، مصر قادمه، مصر رائده ان شاء الله. ورؤيتي انا للشباب اللي جاي هم شباب اليوم، هم قاده المستقبل، اللي هيكسب الشباب هيكسب كل حاجه ان شاء الله، وان شاء الله مصر تحيا بشبابها وبعلمائها ان شاء الله يا فندم. تحيا مصر بينا جميعا. عايزه اقول حاجه، اتفضلي يا فندم. الدكتوره عايزه تقول لحضرتك حاجه. هل كان حد يتخيل ان مدرس يبقى نائب محافظ؟ لا طبعا. هل حد كان يتخيل ان صحفي يبقى نائب محافظ؟ طبعا صعب. هل حد يتخيل ان معيده في الجامعه تبقى نائب محافظ؟ يا جماعه هذه نقله حضاريه نوعيه،
يعني لازم نعترف احنا لسه نطمح للافضل والاحسن. هو ده يا دكتوره الفكر الجديد طبعا، ونتمنى ان يتواصل معنا الفكر الجديد وتكون وتبث وتضخ دماء شبابيه جديده لمصر، وهكذا مصر وتحيا مصر. اشكر الدكتور رمضان عبد الجايد الامين العام لمنظمه الشعوب البرلمانيه والعربيه فرع الفيوم، شكرا جزيلا يا فندم. اتفضلي يا دكتوره. فلا لا احنا لازم يبقى عندنا امل، مش ده اللي بنطمح ليه. انا كنت بسال حضرتك كيف نوعي الشباب في ظل الصراعات وفي ظل وجود حرب، ما هو الحرب دلوقتي على مصر حرب شعواء، ما بقتش الحرب في العالم كله حرب عسكريه، ما بقتش حرب عسكريه، لو هم جربوا عسكريا انهزموا، جربوا حرب شاعات برضو الحمد لله ستقف مصر على اقدامها وواقفه، مش هتقف، ده هي واقفه اليوم الدين ان شاء محمد. الله الحرب الآن اسمها الحرب في ظل الصراعات والحروب الخامس والسادس والسابع. لا 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 مش قصدي. اتفضلي. الحرب الآن اسمها الحرب السفرية، ازاي احطمك من جواك، ازاي اهد الحالة النفسية بتاعتك، دي الحرب النفسية، دي حرب الجيل الرابع والخامس. ازاي انا افتتك، انا مش قادر عليك عسكريا، وحتى لو قادر عليك عسكريا انا ليه اتكلف سلاح ومعدات بالملايين والمليارات، وبالتالي انا ممكن اخليك انت تضرب في اخوك واخوك يضرب فيك وافتتك من الداخل، وتبقى في كيانات اخرى صغرى تحل محل الجيش الوطني. فهذه هي الحرب الجديدة. ايه الحرب؟ اسلوب من اساليبها اسلوب واحد بس، هو حرب الشائعات في بيئة فيها نسبة أمية عالية، أمية ثقافية وأمية تعليمية، أمية في كل حاجة، أمية في كل حاجة، أمية في كل حاجة، فيها إعلام أحيانا فيهم بعض الناس مش مؤهلين إعلاميا. في هدية معلش آسف للمقاطعة، الإعلام اكتظ، يعني أنا سأقول سأذهب بالإعلام إلى السماء رغم ازدحام القاع، فالقاع ازدحمت فعلا، قاع البحر ازدحم بالاعلام الغير مهني، كل واحد دلوقتي على منف دايما في التغيرات الاجتماعيه. في سنوات التغير الاجتماعي يعني المجتمع يبقى في حاله مخاض، فما زلنا في حاله المخاض الاخير ان شاء الله. لولاده الجمهوريه الجديده مصر العظمى. هو قال ووعد، قال مصر ام الدنيا وهخليها قد الدنيا. ان شاء الله قد الدنيا، وان شاء الله هكون قد الدنيا. والرئيس عندما يوعد ينفذ ويوفي، وأنا عندي ثقة كاملة فيه. تحية إجلال وإعزاز للسيد العظيم الرئيس السيسي على ما قدمه لمصر، فقف ونحن خلفك داعمين لك. شباب مصر يدعمون القيادة السياسية العظيم الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بكل ما نملك، سندعم مصر لكي تقف مصر في مواجهة العدوان المعلوماتي والعدوان المخابراتي والعدوان العسكري وأي عدوان يأتي إلى مصر، سنقف طويلا وقويا خلف قيادة حكيمة. تفضلي دكتورة هدى. اسمحي لي دكتورة عزة، لو سلطنا الضوء على المشروعات القومية والافتتاحات اللي كل يوم بيفاجئنا بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة نقدر نقول فيها ان مصر الجديدة تبنى بسواعد شبابها وشاباتها، خصوصا ان احنا دايما شايفين الشباب والشابات ملازمين دايما للسيد الرئيس في جميع افتتاحاته وخطواته ويعني كل مشاويره وكل احتفالياته وكل مكان الشباب موجودين فيه، فهل نقدر نقول الجملة دي أن مصر الجديدة تبنى بسواعد شبابها وشاباتها؟ سيدتي في حاجة الناس مش واخدة بالها، كل العائدين من شباب العمال من سوريا وليبيا والعراق واليمن اللي يعني ولادنا اللي كانوا العمالة في كل الدول العربية اللي عندها مشاكل الآن، دي كانت هتقعد لك في الطرق تعمل لك كده أو يقطعوا الطرق ويضايقوك ويصبحوا مجرمين ويبحثوا عن لقمة العيش. المدن الجديدة والمشروعات العملاقة دي امتصت كل المجموعة دي وزيادة وزيادة وأكتر منها كمان، واللي قاعدين في الوطن أصلا. وبالتالي حصل إن اللي بيبني مصر دلوقتي الآن مش الأجانب، أنت ما بتستورديش عمالة، دول ولادك اللي جم من البلاد العربية، أولادك اللي كانوا في حالة بطالة من مهندسين وعمال وموظفين وإداريين و و و وبالتالي مصر تبنى بسواعد أبنائها سواء في الجانب السياسي أو الإداري أو في الجانب البنائي والتنموي. ناخد اتصال دكتورة. معنا سيادة اللواء مجد الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك والسادة الحضور، كل سنة وحضرتك طيب ومصر بخير يا فندم. وانت طيب، صحة وسعادة ومصر. موضوع الحلقة يا فندم تحيا مصر بقوة شبابها، معايا ضيف عزيز من أهل العلم والعلماء الدكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع جامعة عين شمس، والزميلة الإعلامية دكتور هدى رأفت. تفضل يا فندم. أهلا بيهم
شاء الله باذن الله زي ما احنا بنقول، لانه تحيا مصر بتواعد شبابها بالفعل، والشباب هم الامل في المستقبل. ولكن ليا بعض الراي، ليا راي خاص كده بيا، ان انا بحب في المراكز القياديه ان يكون من اهل الخبره الشباب. دي حقيقة. جميل قوي، ولكن انا ارجو ان تكون هناك خطوه تسبق الخطوات التدريبيه والتاهيليه بعد ما اتاهل وبعد ما اخد دوراتي. ارجو ان يسند الي مهمه قبل ما يسند الي مركز قيادي. يسند الي مهمه ايه؟ مهمه فرق العمل، ان يسند الى مجموعه من الشباب اداء مهمه وعمل معين بالذات. انا معك. موضوع معين يجب ان يكون الاهتمام به عن طريق الشباب، ولكن في صوره فريق العمل المتكامل. وبعد ان ينتهي من انه ينفذ اكثر من فكره واكثر من موضوع في مجال فرق العمل يتقلد المناصب القياديه. فارجو ان يكون بعد التاهيل العلمي والتدريبي ان يسند اليهم مهام فرق العمل ثم المراكز القياديه. سياده اللواء، عذرا للمقاطعه سياده اللواء، وطبعا معايا العلم كله معالي الدكتوره عزه فتحي استاذ مناهج علم الاجتماع بجامعه عين شمس، فبتعقب على حضرتك يا فندم. اتفضل يا دكتوره. انا مع حضرتك يا فندم. اولا صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا مع حضرتك يا فندم، لان فعلا يعني لازم الاول قبل ما يمسك هذا المنصب يعني ممكن جدا نعمل ايه، نكلفه بمهمه، واذا انجز مثلا حوالي 70% من المهمه يبقى عنده تدريب نظري، ويبقى عنده شغل عملي على الارض تطبيقي، وبالتالي اقدر امسكه منصب قيادي. يعني انا اتفق مع حضرتك في هذا حقيقه يعني. شكرا جزيلا، ويا ريت يكون ده محل اعتبار في تعيين القيادات الشابه في مراكز ويقدم قياديه. أجندة. نحن لا نقلل من شانهم، ولكن نبغى ان يكون هناك نوع من الخبره، لان دي مراكز قياديه لابد من وجود الخبره، لان الشباب بعض الشيء الاندفاع وقد يكون موجود والحماس موجود، ولكن عليه انه يعي اولا انه يمكن انجاز هذا تحت مظله كمان تشريعيه. وبحذر الشباب من الاندفاع بعيدا عن المظله التشريعيه، لا ارجوك اعرف القانون كويس قوي قبل اي اعتبار. لابد من معرفه جيده بالمنظومه التشريعيه علشان ما تقعش تحت طائله القانون تحت بدافع من الحماس. فارجو ان ينال المنهج التعليمي قدر كبير من التشريع القانوني والمنظومه القانونيه في الدوله، والا هيفاجئ الشخص بانه يقع تحت طائله القانون، ودي مشكله كبيره جدا. سياده اللواء اسمح لي اسال حضرتك، يعني حضرتك قلت انك حابب الاول الشباب قبل ما يتولوا مناصب قياديه ان هم يشاركوا في فرق عمل، ايه طبيعه فرق العمل اللي حضرتك تقصدها؟ يعني هل حاجه متعلقه بالمجتمع المدني ولا جوه تحت مظله الحكومه نفسها، يعني جوه الوزارات وجوه الهيئات والمؤسسات الحكوميه؟ تكون الوزارات المعنيه الحكم المحلي، لانه تقلدوا مناصب حاليا قياديه في الحكم المحلي. اغلب نواب المحافظ شفناهم كان اكثرهم اتعين في مناصب، وبالتالي كنت ارجو ان هم يسند اليهم مهام عمليه داخل الحكم المحلي اولا، وبعد الانتهاء من ادائهم لفرق العمل فريق العمل متكامل يمكن تصعيدهم فيما بعد ذلك الى اماكن ومراكز قياديه. اما ان يكون في مركز قيادي دون ان يؤدي مهمه تدريبيه وعمليه، ودون ان ياخذ قسط واضح من التنظيم التشريعي والقانوني، في بعض المخاطر وجهه نظري، لان الشباب في عنصر الحماس، والحماس لوحده مش مطلوب، قد يكون نعمه وقد يكون نقمه، لان هناك اصول قانونيه يجب مراعاتها زي الممارسات والمناقصات وطرح المشاريع والى اخره. من الممكن انه يطرح بالامر المباشر ويقع تحت طائله القانون ما لم يكن لديه الخبره الكافيه والعلم بالتشريعات القانونيه. الو. ايوه سياده اللواء معاك. فلابد ان يكون ادى مهمه من مهمات فرق العمل، ولابد ان يكون ادى كورس كامل في التنظيم التشريعي. شكرا سياده اللواء. سؤال سياده اللواء، طب ما نعنيه في ظل الكيانات الوهميه الان، كثره الكيانات الوهميه الشبابيه، فالموضوع يعني خد اكبر من حجمه. ايه المقصود بالسؤال اصلا؟
سيادة الوزير تسمعنا حضرتك؟ أيوة اتفضل اتفضل معاك. كيف نراعي الشباب في ظل الكيانات الوهمية الموجودة الآن من كيانات وهمية شبابية كثر؟ كيانات وهمية شبابية كثيرة. الحقيقة كيف يتم توعية الشباب؟ الشبابية والبعض يعني احنا شفنا بعض الفئات بتشكك بصفة دائمة في تقدم الدولة وفيما تنجزه من مشروعات وعلى غير وعي وعلى غير علم، وحتى يتحدث الشباب، بعض الشباب يتحدث يقول القانون بيقول والتشريع بيقول والدستور بيقول، وهو ما بيقولش حاجه خالص، هو مش اكتر من انه بيتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها مصدر المعلومه الوحيد، وبذلك يقع في خطا غير عادي، لان مواقع التواصل الاجتماعي ليست هي الخطوه الاولى والاخيره في المعرفه، ولكن عليه ان يتوجه لاوجه المعرفه الصحيحه ثم يبتدي المناقشه، لان انا شفت بعض الاشخاص يعني مع الاعتذار في 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 مواضع وفي مواقع موجوده في كتير في منظمات وفي مراكز وظيفيه، ويتحدث عن ان القانون يتحدث بكذا وان الدستور في الماده كذا بتقول كذا، ولا الدستور بيتحدث في الماده كذا ولا القانون بيتحدث في الماده كذا، وكل ما يقال غير صحيح، لكن اعتماده الاول والاخير مواقع التواصل الاجتماعي، ودي مشكله خطيره برضو بننوه عنها وبنقول له لو سمحت ارجع للمراجع العلميه وليست مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا معالي اللواء مجد الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، ونتمنى أن تكون معنا ضيفا في حلقات قادمة إن شاء الله معالي اللواء، شكرا جزيلا. خليني أرجع للدكتور عزة، بما أن حضرتك مرأة، والمرأة هم دايما بيقولوا المرأة نصف المجتمع، لكن أنا بقول من وجهة نظري بقول إن هي عماد المجتمع. طبعا هي رأس الخيمة على فكرة. بالضبط. في رأي حضرتك تولي المرأة للمناصب القيادية في الفترة الحالية، يعني السيد الرئيس برضو أولها اهتمام كبير عن ذي قبل زي ما بيقولوا، وفي عام كمان أسماه بعام المرأة، فحضرتك شايفة أن تولي المرأة للمناصب القيادية في الدولة هل أحدث فارق ملحوظ داخل المنظومة الإدارية للدولة؟ قولي انت لا حضرتك اللي تجاوبيني على السؤال ده. بصي، عندنا وزيرات ناشطات جدا، قائدات متحمسات، فيهم أناقة، فيهم جمال، يعني مثال للمرأة المصرية الحق، مثال لصورة الملكة المصرية نيفرتيتي حتشبسوت، يعني احنا مش في أول مرة نحكم، يعني شجرة الدر، كل دول حكموا مصر، وبالتالي شوفي مثلا الدكتورة هالة السعيد ما شاء الله نقلة نوعية، بتعمل شغل رائع، دي بتدرب دلوقتي الموظفين في الدرجات العليا حتى عندنا في الجامعة، يعني بتعمل لهم تدريب. الدكتورة غدا وادي، يعني حتى إذا لما هي يعني شوفي منظمة دولية الأمم المتحدة خدتها، يعني طبعا وعملوا لها احتفال في مجلس الوزراء بعد انعقاد مجلس الوزراء. هذه السيدة برضو لها باع طويل في موضوع في حاجات كتير جدا في مصر. دكتوره صحى مصر، يعني في دكتوره داليا المشاط في السياحه، شفتي السياحه المصريه كانت فين واصبحنا فين؟ دكتوره ياسمين في البيئه، وان كانت وزاره البيئه محتاجه برضو شغل شويه، لان الحقيقه سلوكيات المصريين فيها بعض المشكلات، بس يعتبر قضت على السحابه السوداء بنسبه كبيره، بنسبه كبيره جدا، فطبعا دي سيده. وبعدين دلوقتي يعني شوفي حضرتك نائبات مجلس الشعب مش كلهن ولكن بعضهن، يعني في نقله نوعيه ايضا، والرئيس دكتوره ميسه عطوه مثلا، ميسه عطوه طبعا النائبه ميسه، كنت هقولها والله، يعني فعلا سيده وطنيه مخلصه، وانا شخصيا اتعاملت معها. عايزه اقول لحضرتك السفير الذين يمثلون مصر في الخارج، السفيرات سفراء الخارج في السفراء الخارج في الخارج، كل ده الرئيس مؤمن بدور المراه، الرئيس هو يعلم تماما اللي نزلت الناس وكانت حجر صلب في 30/6 كانت المرأة المصرية. طيب خلينا برضو استكمالا لدور المرأة، ايه هي توقعات حضرتك بالنسبة لتواجد المرأة داخل المنظومة السياسية؟ طيب داخل المنظومة الإدارية؟ استأذنكم نطلع فاصل بس قصير. طب احنا ممكن ناخد السؤال، نكمل السؤال. كمل السؤال بس الإجابة هتبقى بعد الفاصل. تمام. طيب أنا بعد الفاصل إن شاء الله هنستنى إجابة الدكتورة عزة عن توقعاتها عن تواجد العنصر النسائي في التعديلات الوزارية المرتقبة، انتظرونا بعد الفاصل.
اهلا بكم مره تانية ورجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل كان معانا سؤال للدكتور عزه عن توقعاتها بالنسبه لدور المراه داخل المنظومه الوزاريه المرتقبه او التعديلات الوزاريه المرتقبه. توقعاتي ان الرئيس السيسي لن يحيد عن هدفه، هو مؤمن بدور المراه ومؤمن بدور الشباب، بس انا لا اتوقع شيء الا اني اعرف ان مسارات تفكير الرئيس السيسي انه مهموم بالوطن ويعني عاشقا لترابه، وبالتالي هو مهتم جدا بعمود الخيمه المراه المصريه وبالشباب، وبالتالي اكيد في نسبه كويسه جدا من تمثيل المراه في الوزاره ان شاء الله. طيب يا دكتوره عزه، حضرتك شايفه ايه هو المطلوب من القيادات الشبابيه دخلت في داخل يعني اللي تولت المناصب القياديه في الفتره الاخيره، ايه المطلوب منهم او تحبي توجهي لهم رسالتك ليهم ايه عشان الشعب يحس بالفارق بين قبل كده وبين دلوقتي؟ هقول لهم، انا مش هقول لهم حاجه، بس هقول لهم ربنا معاكم. وانا عارفه ان كل واحد فيكم بطل في مكانه، وان مفيش حد ابدا عايز يفشل في مكانه، وان انتوا حاطين مصر نصب عينيكم، وان انتوا هتكونوا عند ثقه الرئيس وثقه الشعب المصري. طيب سؤال تاني، ما هي الاخطاء التي يجب ان يتجنبها ابناء الحاضر والتي وقع فيها اهل الماضي؟ يخلوا بالهم من المساعدين، من الموظفين كويس، لان احيانا يعني الذي يفشل منظومة ممكن يكون موظف صغير. فيعني تيك كير، خلوا بالكم عينيكم على الموظفين، على الناس اللي بتساعدكم والناس اللي تحت ايديكم، لان دائما السوس ينخر في العظم من الناس الصغيرة. دي مشكلة. الحاجة التانية ان لازم يكون قدامك هدف وتسعى في فترة محددة في وقت محدد وبأقل جهد. يعني وهم اكيد اتدربوا كده كويس على الحاجات دي كويس تدريبا جيدا، وهم يعلمون ماذا يفعلون. انا عندي ثقه فيهم، عندي ثقه جدا في الشباب، لاني اتعامل مع شباب كثيرا. توجيهات سياده الدكتوره عزه فتحي للشباب في ظل الحمل الثقيل على كاهل رئيس الجمهوريه السيد العظيم عبد الفتاح السيسي. كونوا سنده، كونوا عضده. هو مش هيحارب لوحده، مش هيبني لوحده، مش هينمي لوحده. الرئيس هو القائد، وأنتم من تساعدوه على القيادة وعلى يعني التنمية، على الرخاء، على جعل مصر أم الدنيا. اللهم احفظ مصر، واجعل مصر دار عز وسخاء، واجعلها أم الدنيا يا رب دايما. أتخيل يا دكتور، أنا خارج الحلقة موضوع الحلقة، لما يذكر اسم مصر أو يذكر تحرير 73 لمصر، يقشعر بدني وتسيب أعصابي وتنهمر دموعي، حبا في مصر وحبا في وطننا العزيز الكريم، الأم التي أعيش على أرضها. تفضل يا دكتور. من فينا ما يحبش بلده؟ اللي ما يحبش بلده ده ما يستحقش يعيش على أرضها. دايما بقول إيه؟ بحبك يا مصر. طبعا. في كل شيء، حتى نقلوا مصر فيها، يا جماعة الشباب اللي بيطلع كل يوم، يعني أنا النهاردة واجهت موقف شاب في ريعان شبابه، طالع على مصر، مصر فيها وفيها، أنت عاجبك مصر؟ آه عجباني مصر جدا. ولذلك انا اعيش اما اعيش على ارضها. اي نعم امي تاخرت شويه في عمايل الاكل، زعلت معاها شويه، ولكن مش معنى كده ان انا غضبان على امي. انا بس عايز اقول للشباب، ابدا بنفسك. يعني بطل تحط اتهامات على الناس والدوله، الدوله مش بابا وماما، ابدا بنفسك، اتعلم. درجه الليسانس دي مش درجه تاهلك للعمل، نمي مهاراتك، اعرف لغات، اعرف كمبيوتر، يعني نمي مهاراتك، لازم تنمي مهاراتك. بطل ترمي التهم على الاخرين وعلى الدوله، ما ينفعش. يعني انت لو بتشتغل بره هتشوف المر بجد، اللي سافر بره هيعرف قيمه البلد دي. طبعا اكيد كل الشباب المصري سافر بره وعانى في الغربه وشاف كثيرا وبيرجعوا تاني، بيرجعوا تاني. احنا لما رجع من مصر رجع لنا 5 مليون من ليبيا، 2 مليون من السعوديه، 2 مليون مش عارف، حتى لو انت في اوروبا في اوروبا بترجع تاني. انا واجهت في كندا بعض الشباب المصريين، يقول لك انا مهندس هاني عايزر هو اللي بينمي دلوقتي في مصر. طبعا قيمه احمد زويل الله يرحمه، رحمه الله عليهم، قيمه دكتور فاروق الباز موجود في مصر وبيخدم مصر. يعني يعني انا بسافر وبرجع وباجي لمصر، ويرحم من مات منهم. ما ينفعش. اشكر حضرتك بتواجدك
في برنامج هكذا مصر دعما للدولة المصرية ومؤسساتها. هكذا مصر يا شباب برنامج توك شو دعما للدولة المصرية ومؤسساتها العريقة خلف القيادة المصرية ودعما لمصر في حب مصر. شكرا للدكتورة عزة فتحي ودعما للشعب المصري لإيصال. بص يا دكتورة أنا دايما أقول هكذا مصر دعما للدولة المصرية ومؤسساتها ضد الشائعات المغرضة وإيصال المواطن بالمسؤول والمسؤول بالمواطن. نعم. شكرا دكتورة عزة أستاذ مناهج عزة فتح أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس. وتفضل يا دكتورة هدى اختمي دكتورة عزة. حضرتك شرفتينا ونورتينا وبنشكرك على على ثراء ما المادة العلمية اللي حضرتك أفدتينا بيها طبعا. وإن شاء الله لنا لقاء مع حضرتك في حلقات قادمة بإذن الله. وشكرا شكرا زميلي العزيز الإعلامي القدير أستاذ محمد صلاح. وسعدت اشكرك استاذ محمد، سعدت بصحبتكم ويا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. واحب اقول كلمتين صغيرين لمصر قبل ما نختم. اتفضلي يا فندم. اتيتك وكل ما يسكنني يهواك، والشوق يحذوني لا لاحد الاك، روحي عقلي قلبي فداك، وهكذا يا مصر أنشدتك فطاب بوصفي ثراك. إن شاء الله نلقاكم على خير كل يوم حد الساعة 2 الظهر. استنونا الأسبوع القادم بإذن الله وضيف جديد. وسلاما عليك يا بلادي وهكذا مصر.